عديد القضايا الاقتصادية والسياسية الراهنة هو موضوع النقاش اليوم في ضيف الأخبار مع الزميل محمد سلطاني. مساء الخير. مساء الخير زميل خلاف، كما أرحب كذلك بالأستاذ علي بن واري، وزير سابق للخزينة ومرشح سابق للرئاسيات، يعني مرشح ب ملحقتش للسباق. نعم، إذن أرحب بك في قناة الجزائرية في ضيف الأخبار. شكرا لكم كذلك. الله يسلمك. إذن سؤال الأول، يعني إذا كان سمحت الأستاذ علي بن واري، سمعنا أنك شرعتم في ترتيب لإنشاء حزب سياسي، وين الحق؟ وين الحق؟ نعم، الحزب هذا اسمه نداء الوطن. الملف موجود، حضرناه، كل شيء محضر، لكن عندنا مشكل اتصال مع وزارة الداخلية. كيف مشكل اتصال؟ تقطع تليفون؟ ما كاش تليفون؟ تروح تشوفهم يقول لك لازم تاخذ موعد، يعني هذا باش ناخذ موعد باش لإيداع الملف، يقول لك لازم التليفون، ويعطيك رقم وتحاول ساعة ساعتين يوم يومين، حتى نهار تسمع باللي ما لازمش ما يكون اتصال هاتفي، لازم عن طريق الفاكس. ودرنا طلب بالفاكس ورانا نستناو، وهذه فرصة اللي ربما نستعمل وسيلة أخرى وهي نداء عن طريق التلفزيون، يعني المطلوب من وزارة الداخلية تعطينا موعد باش يحدوا لنا موعد. نعم، باش يحدوا لنا موعد لايداع الملف، ملف اعتماد. نعم. الحزب. نعم، نتمنى ذلك، يعني ولو انه ماكش الوحيد في الجزائر اللي راه يستنى منذ سنوات اعتماد الملف، كل واحد ووضعه على كل حال. نعم. لو كان نمشيو الاستاذ علي بن واري للوضع الداخلي في الجزائر اليوم، انت اهتمامك اليوم بالجزائر يعني راه كبير. الوضع الداخلي، آخر معلومة هو أنه وزارة الداخلية، مديرية في وزارة الداخلية، مديرية الاستشراف والتقويم، أعطت أرقام أخافت المراقبين اليوم. خليني نقول لك مثلا رقم يقول بأنه الناتج المحلي الخام في الجزائر تراجع في 2014 مقارنة ب 2013 بقرابة 2%، وتقول بأنه واردات الجزائر من البترول تراجعت كذلك، والجباية البترولية تراجعت كذلك. كيف تقرأ هذه الأرقام؟ هذا كله نتيجة انخفاض أسعار النفط، ولكن قبل ما وراء هذه التبعية للمحروقات، أو ما وراء هذه الأرقام هي التبعية للمحروقات. يعني إحنا بدون بترول وغاز ما ننتجو تقريبا ولا شيء، ولكن الشيء اللي ننتجوه هو مرتبط، عنده ارتباط متين باسعار النفط والغاز. فهذا التدهور في الاسواق البترول بلا شك اثر على التحرك، على النشاط. ولكن المنظوم الاقتصادي يعني كله ككل تعبان، يعني هذا معروف. يعني طيب، الاقتصاد الجزائري يعني بلا ما نذكر التبعيه للمحروقات، يعني ما قدرناش نكون اقتصاد منتج. طيب، على ذكر كلمة عبارة الاقتصاد المنتج سيد نوري، اليوم إشكالية كبيرة، يعني أقيمت ملتقيات ومؤتمرات لتشجيع التصدير، يعني خارج المحروقات في الجزائر، نصدروا منتوجات جزائرية إلى الخارج، كيف، متى، إلى آخره، ما ناش عارفين. لكن حاب إذا كان ممكن تسمح، لو كان نشوفوا جيراننا كم يصدرون يعني إلى الخارج، وكم نحتاج احنا كجزائريين حتى نصل الى المستوى هذا تاع التصدير تاع جيراننا الى الخارج. خارج قطاع المحروقات الجزائر تصدر مبلغ، حوالي مبلغ يقدر بمليار دولار واحد، وهذا من زمان طويل، يعني ما قدرناش نفوت هذا الكاب هذا تاع المليار دولار. مليار دولار يعني ارجنت بوش، يعني وصلنا نصدر 80 100 مليار دولار سنويا، ولكن ما قدرناش نصدر مواد، يعني مواد صناعيه او مواد فلاحيه، ما قدرناش، يعني هذا فيه الحيط هذا ما قدرناش. علاش؟ لانه النظام سيء، يعني المنظوم الاقتصادي والسياسي بصفه عامه، يعني هو هذا غنى قديم، كل عام منذ تقريبا 30 سنه وحنا نقولوا خلاص لازم ندخل في لازم نصدر، يعني نطور صادرات خارج المحروقات، ولازم ندخل في يعني اعاده نظر في الاقتصاد وفي ولكن يعني الفشل، فشلنا، هذا الفشل تام نتيجه
يعني يعبر على سوء تسيير، سوء تنظيم الاقتصاد. ولكن الاقتصاد كما هو معروف يمشي مع السياسه. لا طيب، شحال جيراننا يعني تونس والمغرب شحال يصدروا الى الخارج؟ كم تونس والمغرب يصدروا حاليا؟ حوالي بمبلغ بحوالي 45 مليار دولار. يعني تتصور اذا عملنا مقارنه، مليار 45 مليار، وهذا 45 مليار ما جاتش، ما طاحتش من السماء. وما يصدروا لا نفط ولا غاز، يصدروا ثياب، يصدروا مواد غذائيه، يصدروا يصنعوا في بلادهم ويصدروا. يعني الصادرات نتاعهم متنوعه، وصبحوا يعني كل دولار اللي يربحوه نتيجه العرق نتاعهم والتعب نتاعهم، يعني واحد ما ينحيه لهم. ما همش مرتبطين ب بالاسعار بالاسواق النفطيه. نعم، يعني ما همش خايفين، هما تعبوا ولكن اليوم دخلوا في المليح كما نقولوا، معناتها منين رايحين يزيدوا في الصناعه ويزيدوا في الانتاج ويزيدوا في التصدير. شحال اللي لزمنا احنا من سنوات باش نلحقوا هذا الحد؟ اذا كان عارين على ذرعينا من اليوم، بدايه من اليوم، واذا كان خذينا بعين الاعتبار الحاله، حاله الاقتصاد نتاعنا والصناعه نتاعنا، ربما 50 سنه باش نلحق الدرجه اللي لحقوا لها هما الان. هذا خارج قطاع المخروقات. واذا ما عرفناش كيف نستعمل الموارد اللي ما زالت عندنا الحمد لله، اذا ما كان فيه اعاده نظر في لورغانيزاسيون جينيرال دو ليكونومي، وهي مرتبطه بالسياسه، بلا شك يعني رايحين الحيط. طيب سي بنواري، نزيد لك سؤال فقط في 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 الاقتصاد. هناك تخوف يعني من نضوب، يعني ينشف صندوق ضبط الموارد، يعني الخزينه اللي نجبدوا منها الاموال هكذا باش نغطيوا العجز تاعنا في غيره. سامحني السؤال الذي يطرح، كاين الناس اللي قالوا 2016 ما يبقى حتى فراك في صندوق ضبط الموارد. شحال لا دوري دو في تاع صندوق ضبط الموارد في الجزائر في تقديرك انت كخبير في الماليه والاقتصاد؟ أنا عبرت على هذا المشكل منذ سنوات، يعني ماشي مفاجاه بالنسبه لي. تقول 2016، ربما 2017، ربما 2018، لكن نظن باللي 2016 تبدا. يعني شوف مثلا العام هذا، يعني 2014 بالنسبه ل 2013 كان انخفاض في الصندوق هذا ضبط الايرادات ب 40%. نعم، يعني هذا وهذا الصندوق هذا منين جاي الموارد اللي فيه؟ جايه من الفرق ما بين سعر النفط، سعر السوق. نعم، و 37 دولار المعتمد في القانون المالية. هو اساسيا او الهدف اللي كان منتظر من هذا القرار هو ما نصرفوش اكثر من مدخول اللي هو مقابل 37 دولار باش يكون فايض. نعم، والفايض هذا رايح يفيدنا ويفيد للاجيال القادمه. ولكن في الحقيقه لما تشوف تنظر الى قانون الماليه سنوي، كل سنه صح يديروا الميزانيه حسب 37 دولار، ولكن نتيجه هذا القرار هو العجز المالي لميزانيه الدوله لكل سنه، يعني 1000 مليار، 2000 مليار، 3000 مليار. ومنين رايحين يمولوا هذا العجز؟ يروحوا للصندوق. هذا الصندوق يعني اللي يخبيوه باليمنى يجبدوه باليسرى، وهما عارفين، لانه كل سنه بعد ما يوقع القانون الماليه فيه عجز مالي معروف. والعجز هذاك جاي منين؟ جاي من سعر تاع 37 دولار. طيب، يعني يظهروا باللي عندنا، يعني خذينا احتياط، يعني بار برودونس 37 باش نحتموا على رواحنا باش ما نصرفوش هذاك الفايض هذاك. نعم، ولكن في الحقيقه في الواقع كل سنه فيه عجز، يعني عارفين في بدايه السنه باللي هذاك العجز رايحين يمولوه من الصندوق. معناه اصبح اليوم، اسمح لي، يعني المفروض يعني تاخذ سعر السوق لما تحضر لما تدير قانون الماليه، دير سعر السوق، تخذ سعر السوق يزكي عليه البرلمان، قانون الماليه على حسب ما يتناسب مع السوق. واذا فيه باش تعرف اذا كان فيه عجز مالي ولا ما يكونش، وتعمل وشوف تاخذ الاحتياط تاعك باش ما يكونش. لكن لما يسمع اليوم المواطن، في عاود حبيت نفهمكم في مساله بسيطه، يعني هي في اذا كانت الامور ماشيه كما ينبغي، خذ سعر السوق، دير به الميزانيه تاعك،
ويكون فيه فاير وتعمل يعني الميزانيه تاعك باش يكون فاير، والفاير هذاك تحطه في صندوق، في الصندوق. هما عكسه سامحني يا سي خلاف، يعني حاب تقول انت سي بنواري هو انه دير بون اكزرسيس، يعني انت اعتمد سعر السوق ودير الميزانيه تاعك، اذا فضلت اموال خبيهم، اذا ما فضلتش اموال تعاود تضبط الميزانيه تاعك. نعم. بشكل اخر باش تكون فيه شفافيه، باش الناس تعرف، باش الشعب يعرف، باش النواب يعرفوا. معناها ما ديرش مقدمات خاطئه من البدايه، 37 دولار. نعم، هذه خاطئه وما عندها حتى معنى، ما توصلكش النتائج صحيحه، ونتيجتها هي ان البرلمان النواب ما همش عارفين لما يقدموا لهم القانون الماليه باش يناقشوا فيه والى اخره. نعم. هما شايفين عجز ويصدقوا على العجز المالي اللي هو مش منطقي. نعم. والعجز هذا مش عجز صغير، يعني تقريبا 10% من ميزانيه الدوله، وهذا العجز هذا عارفين باللي رايحين يغطيوه بالصندوق. نعم. ضبط الايرادات، يعني عكسوا المكان، يعني ما في حتى بلاد يعني ماشي بهذا السير. نتيجه هذا واسمه هو عدم تحكم في تسيير هذا الصندوق. يعني صبح شكاره كي تحتاج صور تروح لها وتغطي بها، ولا كان فيه مثلا ارتفاع اجور غير موقعه، مثلا ديزيموت الناس تبدا تحتج. نعم. واحد يطالب في ارتفاع اجور، واحد يطالب ما عنديش برفاش باش لشراء السلم الاجتماعي، يروحوا يعني للصندوق هذا. نعم، التكاليف اللي ما كانوش دايرينها، ما كانوش حاطينها في الميزانيه يقبلوها، وبدون المرور على البرلمان، يديروا قانون ماليه تكميلي. جوستومون قانون الماليه التكميلي هذا كل 6 شهور، يعني مش قانون الماليه التكميلي استثنائي، يعني ما يندار الا في حاله استثنائيه، مثلا كنا متوقعين اسعار النفط تبقى كما هي او تطلع او تنزل ب 2 3 5%، واذا كان فيه تدهور كبير، انخفاض كبير، يعني اللي راح يهدد لك يعني التوازنات نتاعك. التوازنات، نعم، ذاك الوقت دير قانون تكميلي. ولكن احنا صبحت عاده، يعني كل 6 شهور، يعني ما صبحش عندنا استثناء. قانون سنوي، ولكن قانون سداسي. يعني حاب تقول انه قانون الماليه التكميلي اللي هو استثناء عاده ياتي في ظروف القاهره. نعم. اصبح هو القاعده في الجزائر، وقانون الماليه السنوي اصبح في الجزائر يعني سمستريال تاع 6 شهور. هذا هو صحيح، يعني وربما من المستقبل يولي تاع شهر قانون الماليه تاع شهر. ماهوش محال. لكن لما تقول بانه نضبط قانون الماليه حسب سوق النفط، لكن اليوم مثلا النفط هو في تهاون وفي انخفاض كبير، إذا هل يمكن ربما، ونحن تابعون طبعا للنفط، إذا هل يمكن اليوم أن نضبط قانون المالية على حسب السعر الحالي للنفط؟ نعم، محتوم. ما عندكش يعني اختيار دون يعني أن ما نصدر إلى النفط صندوق الإيرادات. لابد تبني القانون المالية، تبنيه على حساب الأسعار الحقيقية، الأسعار اللي هي موجودة في السوق. طيب لو كان فقط نزيدو نمشيو سؤال اخر في الاقتصاد، ومن بعد ماذا بيا نعطيه سؤال اخر في السياسه، ثم سؤال اخر في السياسه الخارجيه اذا يسمح السي خلاف. لكن في عجاله سؤال اخر في الاقتصاد اليوم، يعني راه قائمه يعني بحراك كبير في الجزائر، حكومه وسياسه وشعب وكذا، على قضيه تنويع الصادرات الجزائرية. كيف يتم تنويع الصادرات الجزائرية وحنا نعرفوا بأننا لا ننتج في الجزائر؟ هذا غناء قديم، قلت لك عندها 30 سنة وحنا نسمعوا في الغناء هذا، يعني وما كل الحكومات اللي مرت واحدة منهم ما قدرت تحقق هذا الهدف. نعم. واللي سبب بسيط، يعني النظام طبيعة الحكم ما تغيرتش، هي يعني الريفلكس، يعني المشكلة السياسية مطروحة. يعني المشاكل، هذا يسمح لي القول أن المشاكل اللي احنا نشوفوها أو الشعب يشوفها اقتصادية أو اجتماعية، هي نتيجة التسيير السيء، حكم لا غوفرنونس. ما دام التسيير السياسي سيء، فالتسيير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لا يكون إلا سيء. من المستحيل من المستحيل إذا كان ننجح في أي إصلاحات، إذا ما قمنا
الإصلاحات السياسية والمؤسساتية اللازمة، وهذا هو تحدي الديمقراطية، يعني إعطاء الحكم للسلطات المنتخبة مش للتكنوقراطيين اللي يجيو ويقول لك ويغني عليك يقول لك ندير وندير وندير، لأنه ماهوش مسؤول. خاطر اللي ماهوش مسؤول أمام الشعب كيفاش بغيت أنتيا يخدم البلاد ولا لصالح البلاد؟ كيفاش بغيت أنتيا يحترم لي زوبجيكتيف اللي حدد؟ شكون راح يحاسبه؟ اسمح لي، اللي ماشي مسؤول امام الشعب، تعرف انت كش واحد مسؤول امام الشعب سي بنواري؟ هذه الساعه؟ ما نعرف حتى واحد. طيب حتى انا لا اعرف واحد مسؤول امام الشعب، يعني قدم العهده تاعو حاسب امام الشعب. سامحني نزيد لك سؤال. اسمح لي نعطيك مثال بسيط اللي ثاني يعبر بكل وضوح على هذا الديسفونكسيونمون. هو كان واحد الوقت باش ما نسميهش وزير اول رئيس الحكومه صرح باللي فشلنا في كل الميادين، يعني فشلنا، يعني بعد تقريبا 6 أو 7 سنوات من الحكم هذا اللي جانا في 99 قال فشلنا، يعني رانا فشل. عندك خبر في اي بلاد حكومه اللي تقول احنا فشلنا؟ معناتها لازم ترحل، لازم تروح. ولكن هذو مازالوا يستمروا في الفشل وفي الفساد ومازالوا قاعدين ومازالوا يقول لك لازم تجدد الثقه، لازم الشعب يزيد يثق فينا. لا هذا خطا. سي بنواري، احنا مادام راح نطرح لك سؤال على تعديل الدستور، ولكن راك تكلمت قلت بانه لازمنا اصلاح في كل مجال، يعني اصلاح شامل في كل مجال، لاننا لا نستطيع اصلاح الاقتصاد دون السياسة، دون المنتخب، دون ما يصبح المنتخب مسؤول الى اخره. خليني نروح معاك اذا كان سمحت البوربي يمني، الشيء اللي راه يوقع في اليمن، وش قراءة سي بنواري؟ هما يحبوا يدخلونا في ذهننا باللي حرب طائفي، وهذا غير صحيح، مش حرب طائفي. والدليل على ذلك الحوثيين، يعني تعتبر يدخل انت في عقلك باللي أقلية تقدر تحتل العاصمة وتمشي باش تحتل عدن وتحتل. هما حقيقة في الحقيقة هما متحالفين مع السنيين، تابعين للرئيس السابق علي عبد الله صالح. لكن يقولوا الحوثيين هما مدعمين من عند إيران أستاذ. هذا يدعوا به بعض الأطراف مثل السعوديين إلى آخره، ولكن هل هذا صحيح؟ هذا يجب إثبات تحقق منه. نعم إثبات، يعني احنا اللي نعرفه هو إيران بعيدة. كيفاش إيران لو كان جات يعني تتدخل بدبابات او بطيارات لكنا ولكن قلت لك الحرب هذا مش طائفي. معناها حاب تقول بانه مش حرب بين سنه وشيعه؟ ابدا ابدا. الحرب واش هي الحرب؟ سي خلاف مهم جدا. تفضل. قلت لك الدليل على هذا هو ان الحوثيين متحالفين مع السنيين مثل ما كانوا متحالفين مع علي عبد الله صالح. القبائل اللي اليوم مع الحوثيين تابعه لعلي عبد الله صالح، ما كانوش راضيين بالحكم نتاع الرئيس اللي عبد ربو منصور. يعني كان خلال داخلي، مشكل سلطه، مشكل سياسي اساسيا. اليمنيين ما كانوش راضيين بالنظام هذا. وماذا وش الذي ازعج السعوديه في هذه المساله؟ هذه المملكه العربيه السعوديه، هذا المشكل مطروح، يعني هذا مشكل مطروح لكل العرب وكل المسلمين. يعني بور كيرول العربي السعودي، يعني واش اللي خلى السعوديه تقوم بهذا التحالف وتقصف بلد عربي وفيه شايف كما شايفين مدنيين، فيها مجارح، فيها موتى، يعني وهذا يعني انا مع الموقف الجزائري الدبلوماسي، يعني اللي كان في رايي انا سليم، يعني تحفظ، وهذا يعني هذا يعني موقف يعني الصح موقف هو هذا. يعني هذا مشكل ما بين العرب داخل بلد عربي، المفروض يحل بطريق مفاوضات، طريق سلمي. هذا اللي كنا نقولوا على امريكا وعلى تتدخل وتقصف العراق وهذيك، ولكن وعلاش السعوديه اليوم فضلت قصف اليمن بدلا من دخل في مفاوضات؟ دونك سو بيي رول بور كي. انا الشيء اللي فهمته هو لمن يستفيد هذا النزاع وهذا الحاله هذه، لمن من هو المستفيد؟ يعني الشيء اللي لاحظته هو انه في لما كانت ايران في مفاوضات مع حول قضيه نوويه 5+1 وكانوا رايحين، وكل كنا عارفين انه
يعني كانوا غراب الاتفاق يعني كانوا فخلقوا هذا المشكل الطائفي ودخلوا إيران في وسطه، يعني كأنه إيران هي اللي شعلت النار هذه باش ما يحقوش. وهذا الموقف هذا تلقى عند إسرائيل، واليوم إسرائيل حيات نتنياهو حيا التدخل العسكري اللي تحت قيادة السعودية في اليمن، ويقولوا باللي شفتوا إيران واش راهي دايرة، كيفاش بغيتوا تعطيوها الكسب التكنولوجيا النووية. وهذا كان انتصار كبير لإيران طبيعة الحال. نعم، الرسالة وصلت. أفضل ربما أن نعود من اليمن إلى الجزائر. نختم ربما بسؤال أخير. لو يتساءل المواطن الجزائري اليوم ويقول أين كان أن كان ربما السيد علي بنواري منذ انتخابات 17 أبريل 2014 بعد عام؟ كنت متابع الوضع يوميا، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، الاجتماعي، تابعت قضية الغاز الصخري، عندي موقع فيسبوك، في انترنت، يعني أنا لازلت في وغياب عن الإعلام؟ أنا عفوا؟ غياب عن الإعلام؟ الغياب عن الإعلام كنت غضبان شوية عليكم لأنه القضية اللي هي يعني ما زالت مطروحة، هل وسائل الإعلام الجزائرية محلية حرة مستقلة كما يعني كما البعض يقولون؟ هذا السؤال مطروح، ولكن وجودي اليوم وجودي اليوم هنا في الاستوديو تاعكم يعني جزء من الجواب، يعني استرجاع ثقة في 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 وسائل الإعلام الجزائرية، وإن شاء الله يعني نبقى دائما نستمر في إن شاء الله. إذن بهذا نختم سيد محمد السلطاني. نختم إن شاء الله ما درنا كما يقولوا لو تور لا كيستيون. إذن شكرا لك سيد محمد السلطاني، وأيضا شكر طبعا لضيفنا النهار اليوم السيد علي بنواري. إذن أخبارنا لا زالت متواصلة، فاصل قصير نتابع أحوال الطقس، بعدها نلقاكم في أخبار الرياضة، ابقوا معنا.